صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله قرار رقم 40 لسنة 2018 بشأن السماح لحاملي الجنسية التايلندية بمزاولة نشاط تجارة التجزئة بنسبة 100%. جاء فيه المادة الأولى يسمح لحاملي الجنسية التايلندية بمزاولة نشاط تجارة التجزئة بنسبة 100% في سوق مدينة التنين. المادة الثانية على وزير الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذ أحكام هذا القرار.